مرحبا، ما راح أتكلم عن كيف نختار شريك الحياة، ولكن راح أحيلكم إلى كتاب على أعتاب الزواج لأكرم رضا، وإلى الدورة التأهيلية للحياة الزوجية لمحمد خير الشعر. خلصنا مرحلة اختيار شريك الحياة، نجي إلى مرحلة الخطوبة اللي ممكن نسميها بمرحلة التفاهم. لهذا كثير من المخطوبين في هذه المرحلة يقررون عدم المواصلة والافتراق، وأنا أشوف هذا شيء إيجابي، أفضل مما يرحلون مشاكلهم إلى ما بعد الزواج. لهذا في هذه المرحلة اللي هي مرحلة التفاهم ضروري جدا أن نخلي الخطوط العريضة، طبعا هي مليئة بالرومانسية هذه المرحلة، ولكن خلي يكون جزء منها لوضع الخطوط العريضة، نتفق على السكن، العمل، الدراسة وما إلى ذلك. خلصنا مرحلة الخطوبة، نجي إلى مرحلة ما قبل الزواج بشهر أو 3 أسابيع. أنصحكم بقراءة كتاب جرعات من الحب لكريم الشاذلي اللي يتكلم عن الجانب الجنسي من الحياة الزوجية.